ولتعليق حول شأن سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. مرحبا بك معنا سيد باسل. بداية، صحيفة وول ستريت جورنال يعني في تقرير لها قالت بأن الجيش الأمريكي يستعد للانسحاب الكامل من سوريا بحلول نيسان. كيف تقرأ هذا التضارب في الأنباء خلال الفترة الأخيرة حول هذا الموضوع؟ يعني هو منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه تراب عن نية أمريكا أو قرار الولايات المتحدة بالانسحاب أو قراره الشخصي بالانسحاب، وهناك نوع من الصراع بين مؤسسات مختلفة في الولايات المتحدة حول هذا الانسحاب وطبيعة هذا الانسحاب وشكل هذا الانسحاب وبالأخص توقيت هذا الانسحاب. لكن من الناحية الرسمية القرار الرسمي هو بالانسحاب فعلا كما يعني أشارت وول ستريت، وأيضا كان ترامب قد أشار إلى أن الانسحاب سيتم خلال 4 شهور، هذا في شهر واحد، وبالتالي يعني يبدو موعد شهر نيسان هو الموعد الذي أشار إليه ترامب فعليا لتحقيق هذا الانسحاب. نعم، يعني في وقت سابق عارض مجلس الشيوخ الأمريكي قرار ترامب بسحب القوات من سوريا، كذلك حذر منه رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة. كيف ترى السياق الذي أخذ فيه الرئيس الأمريكي الانسحاب من سوريا؟ يعني هو كما قلت قبل قليل هناك صراع واضح حول هذا القرار واعتراض من معظم المؤسسات، ونحن نعلم أن وزير الدفاع الأمريكي نفسه استقال نتيجة هذا يعني بناء على تبعات هذا القرار وعدم رضاه عن هذا القرار. لكن الموقف الآن الذي اتخذه مجلس الشيوخ أو التحذيرات التي يقدمها بعض المسؤولين الأمريكان بما فيها العسكريون لا تجبر ترامب على التراجع عن قراره، هو يستطيع المضي في هذا القرار رغم معارضة الشيوخ ورغم مجلس الشيوخ ورغم معارضة العديد من المسؤولين الآخرين والمؤسسات الأخرى. نحن نعلم أيضا أن البنتاغون الآن يحضر لورقة لطرحها تعارض بشكل أو بآخر مسألة الانسحاب وتظهر الانسحاب على أنه تخلي عن أطراف سورية وأنه تخلي عن الوضع في سوريا، لكن ترامب حذر سلفا أنه سوف يمضي بعملية الانسحاب التي قررها. نعم، في حال انسحاب القوات الأمريكية كيف ترى شكل الأوزان النسبية للقوة الفاعلة في سوريا بعد نيسان؟ يعني هي القوة المتضررة يبدو بشكل أساسي من الانسحاب الأمريكي هي ميليشيات الكردية التي كانت تعتمد طوال الفترة الماضية على التسليح الأمريكي والتواجد الأمريكي كغطاء لعدم تعرضها تعرض الأطراف والاشتباك معها. هم يحاولون الآن قبل حدوث الانسحاب الأمريكي الخروج باتفاق معين مع الأطراف الأخرى مع الطرف التركي بالذات والطرف الروسي ولضمان عدم حصول تعرض او مواجهات بين الميليشيات الكرديه والاطراف الاخرى بعد انسحاب الامريكي، اضافه الى انهم قد يحتفظون بعدد من السجناء يقولون انه يتجاوز 1200 سجين من داعش، ويهددون بان اي تعرض او اشتباك مع القوات الكرديه سوف ينبني عليه ان يتم اطلاق سراح هؤلاء السجناء او تحريرهم. نعم. هناك العديد من القضايا والملفات الأخرى التي تتم إثاراتها المتعلقة بأمن المنطقة والتواجد الديموغرافي لمجموعة كبيرة من الأكراد وغير الأكراد في المناطق المختلفة يتم إثاراتها الآن ويتوقع أو نعم بالتحديد هذه النقطة، يعني كيف ترى بعد الانسحاب الأمريكي يعني ميليشيات سوريا الديمقراطية كيف سوف يكون وضع هذه الميليشيات؟ يعني هي وضعها ليس بالجيد، يعني الآن تركيا تصر تماما على تفكيك هذه الميليشيات بالكامل وتقول أنه ستسمح للأكراد وغير الأكراد بالتواجد في المناطق التي كانوا موجودين فيها أساسا قبل الأحداث، لكن ليس بهيئة ميليشيات منظمة، بينما تحاول الولايات المتحدة الوصول إلى اتفاق مع الأتراك بالذات بخصوص هذا القضية، لكن يبدو الأتراك مصرين على فكرة تفكيك هذه المنظمات وما زالوا يضعونها على قائمة الإرهاب، وبالتالي هم في وضع صعب. الأستاذ باسل حفار رئيس مركز إدراك كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.